من ساحات المسجد الأقصى المبارك ومن الباب الشمالي باب الملك فيصل، أنقل لكم صور من صلاة الجمعة في الأقصى المبارك اليوم 20/8/2010. وكما تشاهدون فقد أدينا صلاة الظهر على مدخل مدخل الساحة وعلى الدرج، وهكذا يبدو المكان مكتظ بالنساء. هذا من الناحية الشمالية من منطقة الصخرة المشرفة. ما شاء الله رب العالمين، الضفة الغربية بكافة أبنائها من نساء وشيوخ وأطفال جاءوا اليوم لأداء صلاة الجمعة من أيام شهر رمضان المبارك. يا الله، الله أكبر، ما شاء الله رب العالمين، ما شاء الله رب العالمين. يعني من الازدحام اليوم في ساحات الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة فقد أدينا الصلاة في مدخل السور وعلى الدرج وعلى مقربة من الشرطة الإسرائيلية، لأنه لا يوجد مكان وبالرغم من الركاض اللي ركضناه لم نفلح في الدخول إلى ساحات المسجد الأقصى. السلام عليكم. ما شاء الله رب العالمين، ما شاء الله، ان شاء الله يكون عن ايمان. بصور راسك ممنوع؟ لا مش ممنوع، لا لا علي مش ممنوع. مين قال لك ممنوع عليك؟ انا لاني انا كل جمعه باجي بصور وبسد. ممنوع؟ لا ممنوع، نسوان ننزل صور الرجال. ماني رايح على الرجال. طيب كيف بتصور وانت رايح على الرجال؟ كيف بصور النسوان؟ والله والله. ولا وكيف بناكلوها من الاقصى من السعوديه من مكه ومن المدينه؟ هذا حبيبي تصوير عادي. شو ليش هذا مش تصوير عادي؟ هذا رايح على النت. لا شخصي. بلاش، لا مش هذا رايح على النت. انت امريكي نيويورك بوليس ديبارتمنت. يا سير هذه فلسفة من بعض الشبان، مش لكن لهم شغلة يشتغلوها، فبقولوا لي ممنوع التصوير فصورت غصبا عنهم. ولا زال أنقل لكم هذه الصور من ساحات قبة الصخرة المشرفة ومن ساحات الأقصى المبارك. Thank you.
ورغم ارتفاع درجة الحرارة اليوم وحسب ما أذاعت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة، إلا أن الآلاف المؤلفة جاءت من أبناء من أنحاء البلاد، من فلسطين المحتلة ومن الضفة الغربية. والله هذا مكان ايوه زي هنا، الله يخليك. كلها هيك عجيب، الله بيني شايف والله طريق. ما شاء الله رب العالمين. صور فورية. أينما جلت وتجولت ترى آلاف مؤلف جاءت اليوم لأداء صلاة الجمعة في الأقصى المبارك. لا إله إلا الله. تميز عليها إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو بدي أكلني الدكتور مصطفى؟ فهي إقامة الدين وتوحيد المسلمين. يا ساتر حاج علي.